عدد تنفيذ في نظرة لبارسلون. هو يلعب الكرة ملعوبة، هدف التعادل، هدف التعادل لبارسلون. هو يأتي بهدف جميل على يمين حارس المرمى، أهداف جميلة في مجرى الشوط الأول. مارسيل هو يعادل النتيجة في هذا اللقاء وفي مجريات الشوط الأول. مارسيل هو إذن يعطي هدف التعادل في هذا اللقاء لمصلحة نادي قطر. شاهد الإعادة والتنفيذ بشكل جيد من مارسيل هو. ضربة الجزاء عند المارسيل هو، يحرز الهدف الثاني في هذا اللقاء من ضربة جزاء لبارسيلين هو. أوليفييرا صاحب الهدفين. إذن مارسيلين هو البرازيلي بتقدم لاسين ديابي، وضربة الجزاء التي كانت حاضرة في هذا اللقاء لمصلحة مارسيلين هو. أوليفييرا اذا المتابعه من قبل المدربين من المدرجات. هنا سيلو لفييرا، خالد يلعب كره عرضيه بالراس ممكن لسيلة ديابي، يستقبل الكره يمر بشكل جيد، يلعب الكره لبارسيلين هو، ملعوبه في القائم مره اخرى وتسديده وهدف ثالث، هدف ثالث للسيلة ديابي. وضع الكره من امام المرمى لسيلة ديابي، وضع الكره من امام المرمى، هدف ثالث، هدف ثالث وسط. سعادة من اللاعب المدرب سيبستيان لازاروني. شاهد المرور والتقدم هنا، الكرة في القائم تعود مرة أخرى للاعب لاسين ديابي. إذا لاسين ديابي يضع هدف ثالث في هذا اللقاء لنادي قطر. نادي السلية يوم الجمعة. هنا الكرة لخالد الزكيبة، يلعب كرة ملعوبة، تنفيذ وهدف رابع، هدف رابع لسعود سالم العنسي. أربعة أهداف لازاروني قاضب حتى بعد الهدف الرابع في هذه الكرة. سعود سالم يأتي بهدف رابع في هذا اللقاء. شاهد اللبسة لسعود سالم العنسي و وعبد الرحمن عبدو في الكرة الآن في محاولة حاضرة خطيرة لمصلحة نادي قطر، وكرة ملعوبة تسديدة موجودة في الجول. يا سلام، هدف يأتي عن طريق اللاعب يوسف سفري، الآن يضع الكرة في شباك الحارس عيسى شعبان ويعطي التقدم لمصلحة نادي قطر بهدف مقابل لا شيء، بكرة حرة ثابتة جاءت عن طريق الدولي المغربي يوسف سفري الذي يضع الكرة في الشباك. شوف اللقطة الماضية، كرة في زاوية الحارس يوسف، يتحمل فيها جزء كبير من المسؤولية عيسى شعبان بكرة كانت حاضرة باتفاق مسبق أيضا. شوف الكرة في الشباك، يتقدم الآن نادي قطر بهدف يأتي. وفي ذلك اللقاء انتهت المباراة بهدف مقابل لا شيء لمصلحة نادي السيلية، جاء عن طريق لاعب قطر السابق أيضا البرازيلي روجر فلوريس. كرة ملعوبة الآن في منطقة الجزاء، عرضية موجودة حاضرة من كرة ركنية ومحاولة خطيرة موجودة في الهدف، كرة في الشباك، نعم هدف ثاني يأتي الآن عن طريق الكواري عبد الله، يسجل في مرمى عيسى شعبان وسط دربكة حاضرة دفاعية لنادي السيلية. ينجح اللاعب عبد الله الكواري في أن يضع الكرة في الشباك ويعطي التقدم لمصلحة نادي قطر. شوف الكرة الماضية، هنا المحاولة الأولى جاءت بعد ذلك راسية تهيأت من مارسيو دي أوليفييرا إلى عبد الله الكواري، وكرة في الشباك، هدف ثاني. قطر الآن بهدفين مقابل لا شيء، بهدفين مقابل لا شيء يتقدم نادي قطر على نادي السيلية هنا في شوط المباراة الأول. والمرة هذه عن طريق هذه المباراة هنا في هذا الملعب أيضا، كرة ملعوبة الآن في الجهة اليسرى، محاولة حاضرة المرور والتقدم، هدف، فرصة ملعوبة، يا سلام يا سلام، فضل عمر الآن يطمئن ويطمئن جماهير نادي قطر.
على نتيجة المباراة ويسجل الهدف الثالث لمصلحة نادي قطر بكرة كانت حاضرة بخطأ تقريبا. شوف هنا الخطأ في منتصف ملعب المباراة. خلصها مارسيو دي أوليفييرا في الكرة الماضية، أو لا والله محمد عمر إلى شقيقة فضل بكرة ملعوبة أخوية حاضرة هنا في ملعب نادي الوكرة عن طريق الأشقاء فضل ومحمد. محمد يلعب الكرة إلى فضل، وفضل يدين بالفضل إلى محمد في الكرة الماضية لأن مرر وصل بثقة الكبار بهدوء اللاعبين المحترفين. كرة إلى عبد الله الكواري، تمريرة مثالية جدا هنا إلى فضل مرة أخرى. فضل يا ولد يا السلام عليك يا ولد. فضل عمر في المرة الثانية أيضا بطريقة الكبار، على طريقة الكبار فضل يسجل الآن هنا رابع الأهداف، ثاني أهدافه في مباراة اليوم. يا السلام يا فضل على الكرة الماضية التي رسمت الحيرة على محيي المدرب الألماني أولي شتيلكا. هنا فضل عمر هداف المسابقة أصبح الآن. يا السلام، تمريرة مثالية جدا وصلت إلى فضل. يا ولد، كرة بشكل مثالي جدا، تعامل معها بشكل راقي جدا، وضع الكرة في الشباك. الكرة الماضية يهزم فيها مرة أخرى عيسى الشعبان، وفضل عمر يسجل الهدف الرابع لقطر، الهدف الثاني له هو شخصيا. كرة في الشباك تأتي، فضل يسجل، أخرى قادمة في الطريق لدولة قطر من خلال أيام القليل القادمة. كرة في الجهة اليمنى، محاولة ملعوبة عرضية في منطقة الجزاء. هاتريك، نعم سجل، صمم وصل، سجل الهاتريك فضل بكرة حاضرة في شباك الشعبان. يسجل فضل الآن، يروي عطش الدوري. فضل عمر يروي عطش الدوري ويسجل خامس أهداف الملك القطراوي، ثالث أهدافه، هو ملك لشوط المباراة الثاني. مرشد موفقا في الكرات الماضية، لا وجود التسلل، عرضية مثالية وصلت إلى فضل، هي وحدة بيمينة في شباك الحارس شعبان. يسجل فضل عمر ثالث أهدافه الآن، يعطي التقدم، خلاص أنهى الأمور، حسم الموقف، ملك شوط المباراة الثاني. فضل عمر يسجل ثلاثية حاضرة، يتألق، يبدع، يلقى. اللعبة محاولة نقلة للأمام خطيرة في المرمى، ولكن من يكمل؟ الله الله، البديل مدحت مصطفى كملها في الشبك. الملك يرفض الخسارة، الملك يرفض الخسارة في هذه المباراة على اعتاب آخر دقيقة في المباراة، على اعتاب آخر دقيقة وعلى نظرات لازاروني. هدف أول وهدف تعادل لقطر. شوف الإعادة لما تبقى تدخل ولما ما تبقى تدخل أبدا. شوف اللاعب بالخطأ وكملها مدحت مصطفى، المدافع بالخطأ. من سجل الهدف هو من أخطأ في الكورة، من سجل الهدف الأول لفريق الأخوية هو من أخطأ. سلطان بلال سجل هدفا وأخطأ على مرماه بهدف، وكان التوقيع لمدحت مصطفى.